كورة من جديد من جانب فريق الوداد الرياضي. تحضير الجولة رقم 24 أيضا مشاهدينا الكرام نذكر فيها عديد من المباريات الممتعة. النادي القنيطري انتصر على فريق المغرب الرياضي التطواني بثلاث أهداف مقابل لا شيء. الرجاء هزم أمام أولمبيك خليفقة ب1-0. أولمبيك أسف انتصر على الشباب أطلس خنيفرة ب1-0. نمشيو معه نجم ينطلق نجم يدخل نجم تمريرة ممتازة جول بالطريقة الجميلة. هدف الفنان هدف جاء بطريقة رائعة. هدف جاء باش يعلن على بداية الهدف على سلسلة الأهداف في مباراة اليوم. الوداديون ينطلقون ويسجلون أولى الأهداف. ونجم يخترق من الجهة اليسرى ونجم ينطلق كالسام ونجم يصنع الحدث. وفابريس انكيسيو ضما ببرودة الأعصاب يضع بطريقة فنية غاية في الروعة غاية في الجمالية. ونجم يمرر وفابريس يضع في الشباك طبق من ذهب على مستوى التمرير. وطريقة جميلة جدا في وضع الكرة في الشباك من الزاوية المقربة هذه من الزاوية القريبة هذه. فابريس يتلعب وبرجله اليسرى يضع الكرة في الشباك. 1-0 للوداد 1-0 للقلعة الحمراء اليوم. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط. انطلقنا على مستوى كرة واقعين الكاسيم الكوكب الريالي مراكشي المدينة الحمراء البنجاويين. كرة ممتازة جول التصويب عن بعد. الكرة التي تأتي من جانب لاعب اسمه محمد النجم يغالط الجميع ويضع الكرة في الشباك. ولنتابع الإعادة تصويبة بالمقاس ينس يضعها في شباك الحارس نور ديب القميري. جوج ديال الأهداف مقابل شيء. الوداد يخطو بثبات نحو جعل الفارق كبير. 80 سنة على التأسيس لفريق العريق بحجم الوداد بقيمة الوداد. يعني يمكن نقول بأنه طريقة جيدة ورائعة جدا الكرة الماضية من أولاشو. احتفالية خاصة في المدرجات وفريق التداوي يمكن نقول بأنه هو من السجد نعم، ولكن كان صعب المراس، كان امتحانه امتحانا عسيرا في مباراة اليوم. جوج الأهداف مقابل لا شيء. احتجاج على الحكم ويوسف البصري يتلقى بطاقة صفراء. شاهدونا لاعب أونجل فترة الاحتفال بالهدف. عتيق شهاب كان كيطلب منه انه يلعب الكرة. طبعا نرفز عادية جدا ما دام ان فريق منهزم وفريق طبعا لا اقول منهزم ولكن فريق متأخر في النتيجة بهدفين مقابل شيء لانه